مساء الخير عليكم. النهارده معايا عربيه ليها قصه نجاح طويله في مصر، وفي نفس الوقت حققت نجاحات في الاسواق العالميه. عموما العربيه دي من فئه الاس يو في، واول ظهور ليها كان سنه 2006، وبدا الجيل الثاني بتاعها سنه 2013 اللي هو مستمر وموجود معانا النهارده. عربيتنا هي النيسان كاشكاي. في الحقيقة نيسان عملت ثورة هايلة في العربية دي، سواء في التصميم أو في التكنولوجي. فيلا بينا نبدأ نتعرف أكثر عن العربية، والمرة دي هنبتدي بالصالون. التطور اللي عملته نيسان هتحس بيه من أول ما تدخل العربية، بداية من الكراسي المريحة وكمان تصميم التابلو اللي بيميل ناحية السواق، وده بيخليك تقدر تتحكم في كل حاجة بسهولة جدا. أما بقى لو رحنا ناحية الأوبشن، ودي طبعا بتتغير على حسب الفئة اللي أنت هتختارها، وهكلمكم عنها بالتفصيل كمان شوية. لو ابتدينا من الباب هنلاقي زراير التحكم في الإزاز الأمامي والخلفي، وكمان الزراير اللي بتظبط منها المرايات الجانبية، وفي عندك أماكن تخزين مناسبة في الباب. بعد كده عندك الدريكسيون المالتي فانكشن اللي بتقدر من خلاله انك تتحكم في درجة الصوت، وكمان تقدر تتحكم في الموبايل بعد ما بتوصله بالبلوتوث، وفي مثبت سرعة. شكل العدادات برضو مع كمبيوتر رحلات متناسق ومريح ليك وانت سايق. العربية بتدور بزرار ستارت وستوب. اما بقى لو جينا بصينا في نص التابلو، فهتلاقي الشاشة اللي من خلالها تقدر تتحكم في الCD والراديو، لكن موجود منها الشاشة التاتش السبعة بوصة، وده طبعا في الفئات الأعلى اللي فيها كمان نظام نيسان كونكت اللي بتقدر من خلاله تتحكم في المزيكا على الموبايل بتاعك، ده غير ان عندك وصلة AUX و USB. العربية فيها تكييف اوتوماتيك ديول زون، وعجبني قوي الإضاءة اللي زودوها حوالين الفتيس بتدي حتة فخامة للعربية، وفي عندك مسند اليد اللي بيوفر اماكن تخزين جواه، وفي كمان كاب هولدر ودرج التابلو مساحته كويسه. نيسان كاشكاي اهتمت بالكنبه الخلفيه، وده طبعا عشان تكون قاعد مرتاح زي ما هي طبيعي بتهتم بكل ركابها، وعشان كده وفرت لهم وسائل امان كتير زي الاير باجز الاماميه والجانبيه، ونظام منع انغلاق الفرامل ABS، ونظام التحكم الديناميكي في الثبات VDC، وتوزيع الكتروني لقوه الفرامل EBD، مع نظام دعم الفرامل BA، ومساعد المرتفعات هيل اسيست، ونظام انذار ضد السرقه إيموبيلايزر. اما نيجي بقى نتكلم عن ظهر العربية النيسان، هنلاقي ان في خطوط حادة كتير بس متناسقة، وفي نفس الوقت اهم حاجة بتميز ظهر العربية الفانوس اللي ورا مقسوم نصين، نص موجود في الشنطة والنص التاني ممتد على رفرف العربية. في كمان السبويلر اللي جاي في نهاية السقف، وعندنا ازاز غامق، وشكل الاير ديفيوزر الموجود تحت الاكسدام، وباركنج سنسور، ومساحات للازاز الخلفي. اما لو جينا شفنا الشنطه هنلاقيها عمليه جدا، ومساحتها حوالي 430 لتر، ده غير انك ممكن تتني الكنبه اللي ورا وتوسع مساحه الشنطه. العربية بشكل عام تصميمها رياضي وواضح، وده بيبان في الشبكة الأمامية المقسومة ثلاث حتت، وفي النص متحددة بالنيكل، وجواها علامة نيسان.
والفوانيس الأمامية بتيجي زينون، بالإضافة لوحدات إضاءة LED لخاصية الإضاءة النهارية، وكمان هنلاقي الفوج لايتس وفتحات التهوية الموجودين في الإكسدام. والعربية بتنزل بجنود 17 أو 19، وده زي ما قلنا قبل كده على حسب الفئة. ونيسان كاشكاي بتنزل بثلاث فئات، الستاندرد والفول أوبشن والهاي لاين. ودلوقتي تعالوا نعرف أبعاد العربية. طول نيسان كاشكاي 4.37 متر، وعرضها 1.80 متر، والارتفاع 1.59 متر، وطول قاعرة العجلات 2.64 متر، والخلوص الأرضي 180 ملي، ووزنها 1.331 طن. دلوقتي يلا بينا نطلع نجرب العربية وأكلمكم عن الموتور بتاعها وإحساسي وأنا سايقها. زي ما تعودنا كل مرة ان احنا لازم نطلع نجرب العربية واقول لكم احساسي على كل حاجة في العربية. وبالمناسبة خليني اول حاجة ابدأ بيها هو الموتور. العربية نيسان الكاشكاي بتنزل بموتور 1200 سي سي، والموتور ده تيربو تشارجر بينزل 16 سباب، وموتور رباعي الاسطوانات، وبيطلع 117 هورس باور، وكمان عزم دوران 190 نيوتن متر. وعلى فكرة ده رقم عالي بالمقارنة بباقي العربيات اللي ممكن تتقارن بالنيسان الكاشكاي. وبيتصل بناقل حركة اوتوماتيك بتكنولوجيا اكسترونيك CVT. كاشكاي بتحتوي على تانك بنزين سعته 65 لتر، وبتحقق معدل استهلاك وقود اقتصادي بفضل السعة الصغيرة للموتور. والعربية بتعتمد على بنزين 92. وفي نفس الوقت بقى خليني اتكلم معاكو عن الاوبشنز اللي موجودة جوه العربية. انا شايف انها اوبشنز كفاية عشان كمان ما تعليش سعر العربية قوي، خصوصا في مصر بعد الاسعار المتغيرة شوية. انت النهاردة هتلاقي حاجات كتير في العربية، زي الترا المالت فانكشن فيها كل حاجة، الكاسيت، LCD، الراديو، وكمان طبعا ما ننساش البانوراما الفعلة المميزة اللي موجودة في سقف العربية، لان هي كلها حتة واحدة وما فيهاش فاصل في النص. وكمان الحاجة المهمة جدا جدا اللي دايما متعودين نقولها واحنا بنجرب العربية، احساس العربية على المطبات. العربية ناعمة وما هياش ناشفة خالص في المطبات العادية. في النهاية انا قلت لك كل حاجة موجودة جوه العربية، ما فاضلش بس غير ان انت تختار.